والكعبة أو كفارة طعام مساكين أو أبلوا ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن آل فياتكم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أهل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فاتقوا الله الذي إليه تحشرون. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينكم موبقا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينكم موبقا وجعلنا بينهم موبقا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا
بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أصفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناكم كل ممزق فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له من فئة السماء أن يخسف
أأمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير صدق الله مولانا.